مدينة تونس الاقتصادية، نحن نبني إحدى أجمل مدن العالم، حل اقتصادي ثوري لشعب طموح، عالم جديد من الفرص. مما لا شك فيه أن تلهف القرن الواحد والعشرين وحاجته الماسة لمؤسسات ومشاريع اقتصادية وتعليمية وثقافية واجتماعية متكاملة يشكل هاجساً ملحاً متعدد الأوجه وسريع المتطلبات، ونحن نتفاعل ونتعامل مع ذلك التغير الديناميكي في مدينة تونس الاقتصادية أولاً بأول ومن هذا المنطلق. ومن البداية كان من الواضح أن التواصل المباشر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا أصبح أمراً حتمياً في هذه المرحلة التاريخية، فقد تم اختيار موقعاً استراتيجياً ومميزاً بامتياز لمدينة تونس الاقتصادية على أجمل سواحل الدولة التونسية في المنطقة الشرقية، متوسطاً مدناً تونسية هامة على مساحة 90 كيلومتراً مربعة وشاطئاً بطول 18 كيلومتراً. وكإجابة سريعة وكتفاعل مباشر مع تلك الحتمية، سوف تتم توسعة وتحديث مطار النفيضة الدولي للركاب والشحن. بناء الميناء البحري الذي يحتوي على آخر التقنيات تطوراً في خدمات الملاحة والشحن والتخزين. وكلا هذين المنفذين هائلي القدرة والاستيعاب يتصلان مباشرة بالمنطقة الصناعية اللوجستية الضخمة، وهي منشأة صديقة للبيئة متعددة الأغراض، تحوي مصانع التجميع ونظام التوزيع، وكلاهما تم تصميمه وتجهيزه ليكمل ويعزز المنشآت الصناعية القائمة بباقي المدن التونسية الحالية والمستقبلية في طول البلاد وعرضها. والمنطقة الصناعية بدورها تتصل بمنطقة مجمع مستودعات كبير المساحة ومنطقة للتجارة الحرة ومركز معارض، يؤمن نافذة عرض دائم لجميع أنواع المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات ومكاتب إدارية وخدمات مالية ومراكز أعمال كاملة التجهيز وبورصة عالمية لتبادل السلع. ورغم أن أنشطة هذه المنشآت مكملة لبعضها البعض وتربطها شبكة مواصلات تسهل التنقل فيما بينها، إلا أن لكل منها شخصيتها المميزة من أحياء سكنية ومساكن للعمال بمنافعها العامة التي تلبي احتياجاتها المعيشية والاجتماعية والترفيهية. كما فإن لكل منها منفذان مباشران، أحدهما باتجاه الداخل لمركز المدينة والآخر باتجاه الخارج، ويربطها بشبكة الطرق السريعة في البلاد. إن مدينة المعرفة بمدينة تونس الاقتصادية تحتوي على مدارس ومعاهد للتدريب التقني والمهني وجامعات متعددة التخصصات، لا لخدمة تونس بتزويدها بجيل جديد من الاختصاصيين ذوي الكفاءات العالمية العالية فحسب، بل لتستقطب أيضا طلاب العلم من الدول المجاورة، بل من جميع أنحاء المعمورة، والذين سيفيدون لدراسة الفنون والعلوم بالجامعات أو الطب بالمراكز المتطورة للعلاج ومشافي التعليم، لتقدم لهم شتى مجالات المعرفة بدءا من تقنية المعلومات والعلوم إلى الطب. كما خصصنا مدينة مستقلة للأبحاث والتطوير لتكون على مستوى عالمي من مبان ومعامل ومختبرات لاستقطاب العلماء والباحثين والمخترعين والطاقات المبدعة لتساهم في تطوير جميع مفاصل الحياة بتونس والمنطقة. وبالنسبة للطب، فإن مدينة تونس الاقتصادية ستشمل مجمعاً طبياً يجمع أفضل المصحات والمستشفيات العالمية، سينتهج في تأسيسه اتباع أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال،
كل ذلك يساهم وبطريقة عملية ليغذي تجارياً القطاعات المزدهرة مثل السياحة الطبية وتطوير المنتجات الصيدلانية المبتكرة والإلكترونيات التطبيقية. المدينة الإعلامية التي تلعب أيضاً دوراً مزدوجاً لتكون مركزاً للتدريب وكذلك منشأة إنتاج ذات تقنية متقدمة وجودة عالية، فقد جذبت بالفعل مشاركة الشركات الدولية المخضرمة، وهذا أيضاً من الموارد اللازمة بالضرورة لتوفير إمكانيات هائلة كما يتضح من خلال مثال النجاح المتزايد من آسيا والشرق الأوسط والبلدان الإفريقية على الساحة الإعلامية والترفيه ووسائل الإعلام العالمية. المناطق السياحية. إن السجل التاريخي للتراث والسياحة العالمية يضع تونس على رأس قائمة دول كرم الضيافة منذ زمن طويل وحتى عصرنا الحاضر، ولكن هناك متغيرات وتطورات حديثة تتغير معها متطلبات السائح اليوم ومستقبله. هذه الصناعة صناعة السياحة يجب أن تنمو بشكل متضاعف خلال العقد أو العقدين القادمين، ولذلك سوف تقدم المدينة نموذجا حديثا لمستقبل السياحة التونسية، وهذا جزء لا يتجزأ من فلسفة ومخططات مدينة تونس الاقتصادية على المدى القصير والبعيد. إن فلسفتنا وخطتنا للمساهمة في تطوير السياحة التونسية ترتكز على الاستفادة من مقومات النجاح الحالية لتونس وتطويرها وإضافة اختصاصات سياحية جديدة ببناء أرضية سياحة المعارض والمؤتمرات والتسوق والاستشفاء التي لاقت نجاحاً كبيراً في تجربة دبي، وتم اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتصميم وبناء تحف معمارية فريدة لتكون معالم حضارية مميزة لتجعل مدينة تونس الاقتصادية واحدة من أكثر المدن جذباً للسياح، لتعيد لتونس البريق والصدارة كوجهة سياحية عالمية. وكذلك المنشآت الأخرى بمحاذاة المركز الترفيهي الذي يحوي مدينة مائية وملاهٍ وقاعات موسيقى ومسارح واحتفالات وغير ذلك من الجاذبات السياحية. المدينة الرياضية. كل ذلك بالإضافة إلى جاذب سياحي آخر هو الأنشطة الرياضية التي يتزايد الاهتمام والشغف بها باطراد في جميع أنحاء العالم، وللتجاوب مع ذلك تم تخطيط المدينة الرياضية. وهذا المجمع الرياضي سيشمل مضماراً لسباق الدراجات النارية ومضماراً لسباق السيارات وحلبة لسباق الجائزة الكبرى الفورميلا 1 وملاعب للرياضات الفردية كالتنس والسكواش ومسابح وملاعب غولف دولية ومراكز للتدريب والعلاج الرياضي ومرافق أخرى للزائرين بما في ذلك فنادق الخمس نجوم والنوادي الصحية. إن مدينة تونس الاقتصادية مدينة متكاملة ومهيئة للتعامل والتفاعل مع جميع تطورات كل مقومات العمل والراحة والتسهيلات والخدمات اللوجستية لتفي بجميع حاجات المقيمين ورجال الأعمال والزائرين والسواح من مراكز التسوق والبنوك والمكاتب الحكومية والمساجد، ولكن في المحصلة النهائية فإن هدف مدينة تونس الاقتصادية الرئيسي هو تطوير كامل الجمهورية التونسية والاستثمار في الطاقات البشرية. مدينة تونس الاقتصادية، المدينة الذكية، رؤية جديدة للمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي. هذه النهضة الاقتصادية ستقدم وبطريقة مباشرة وغير مباشرة ما يصل لحوالي 250,000 من الوظائف خلال 10 سنوات الأولى على المستوى المحلي،
وستحفز الطاقات الشبابية وتعيد لهم الأمل وثقتهم وحبهم لهذا البلد المعطاء، وتمنح المزيد من فرص العمل في المناطق المجاورة، وسيمتد تأثيرها إلى أبعد من ذلك. موقع استراتيجي مميز، ومناخ معتدل، وكفاءات قديرة، وطموح لا متناهٍ. عندما تجتمع هذه المقومات مع التكنولوجيا الحديثة والتمويل القوي والإرادة الصلبة، فلا بد من إنشاء أفضل مدن العالم تتحدث عنها الأجيال. نحن وشركاؤنا مؤمنون بمستقبل تونس وطاقات شبابها، ويبقى على تونس حكومة وشعبا أن يؤمنوا بمستقبلهم. لنتحد ونبدأ معا عهدا جديدا من البناء والتشييد، لتكون انطلاقة الثورة الاقتصادية التونسية.